بسم الله والحمد لله والله أكبر كبير وسبحانه بكرة وأصيل. سنعتني الآن بحول الله بالوقوف إزاء آية 19 من سورة النمل. والسورة هي نزلت والرسول عليه السلام ما زال بمكة في أول جهاده، وتألت نزول سورة الشعراء للقوات، واعتنت بعدة أمور، منها أنه ربي سبحانه وتعالى يؤكد أن الرسالة المحمدية على سيدنا أفضل صلاة وأزكى تسليمات هي رسالة حقيقية لا وهمية. لا يجوز لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول غير الحق. ما كان في اعتناءاته أنه سيكون نبيا، لكن حين نزل القرآن فعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بدأت المسيرة الدعوة في وسط أخطر أوصاف ضد الوحي وضد التوحيد وضد الاستقامة وضد الفكر المستنير والمنير. نعود إن شاء الله تعالى.